السلام عليكم، بتسمي مرمر. اليوم في فيديو جيم بلاي للعبة Rivals of Aether. كيف حالكم يا جماعة؟ بطبع اللعبة على البي سي. اشتهرت شوية تو في بعض سماش 4، يعني اشتهرت ألعب سماش لايك لكن ما سماش، يعني لازم تخرج من الكاركتر من الشاشة حتى تربح. ومن بين الألعاب فما براوهالا لعبتها، فما لعبة أخرى ديما ننسى اسمها، وفما هذه رايفل اوف اثر وهاني قاعد نلعب فيها نجرب فيها. وبحق كيف لعبتها حسيتها تشبه برشا لسماش، مش مثلا براوهالا حاولت تغير يعني شوية الفورميلا باش تختلف عن سماش، لكن هذه نحس كيما سماش 2D. الجيم بلاي سموث، سبرايتس الانيميشن سموث. دونك انا باش نعمل اليوم، باش نعمل لوكل. فما كسولو مود، يعني تلعب حكاية وبراكتس وكل شيء. ما مش نعمل فقط فيرسس، نقعد نلعب بالشخصيات. دونك فما شخصيات متاحهم، نعم هما هذا من الشخصيات. اوكي، فما النار وهذا الثيم متاعها، حتى الثيم تفكرني في سماش. وفما هذا متاع الهواء والماء، سودم انواع الوحيد متاحهم. لكن ايضا هناك جست كاركتر، هناك شوفل نايت، هناك اوري من العاب اخرى، وهناك ايضا مودز تخلي اي شخص يصنع شخصية. هناك شخصية سماش موجودة، هناك شخصية ميمز كيما ولويجي، كيما فما ايضا شسمه ماكدونالد، رونالد ماكدونالد بتاع ماكدونالدز. فما زادة الترا انستكت فوكس ولا شنو، حوايج اوفر باورد. وانا مجبش نعمل المودز للاسف، تعرفون السبب. المهم هذا نلعبو، دونك نبدا بالشخصيات نتاع هذه اللعبة شوي، بعد نلعبو اوري وشوف النايت. باش نحطو ثلاثة عادي 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 عادي، ونحطو معنا السي بي يو، نحطو سي بي يو عادي زاد ليفل 5. نحطو راندوم ريدي تو فايت ستيجز. كل واحد يجمع بعد نشريهم بالفلوس، يعني بعد نغمى تلعب. وهذا ستيج، فما ستيج هذا يشبه باتل فيلد هذايا، يعني بين ناخذو. فما هذا ستيج اخرين وكذا متاع اوري متاع، ونحبو ستيج عادي. حب ستيج ما غير شقولو له ما غير حوايج اللي تقتلنا، كيما مثلا خاطر ستيج متاع مثلا شوفل نايت فيه كالحوت يقفز علينا، ما نحبوهاش. دونك افضل ستيج بجدو هذا اظن، وضد شوفل نايت نجمو نضربو اقفز. اوب، لعبة مشغولة الكومبيتيتيف شوية، مش شوية بس ما فيهاش ايتمز تقريبا. هوب، عايز يا شوفل نايت ايزي من الاخفل. هوك هوك، عندك ال في صمات زبدي انا منجمش ناخذهم، كان هو يجمع ناخذهم. حبيت ناخذ الواحد، منجمش نعملو جراب ونيفي في اللعبة، ما فيهاش جراب اظن. وعندك سبيشال موفز، دونك هذا الاسد شنو هو سبيشال موف؟ انا برج متاعي الاسد عنده ضربة نار، عندك واحدة من بعيد بروجكتايل. هوب، كيف يتحرق شوف نايت يبدا ينقص شوية او كمل النقطة في من برسنتج. وعنده واحد كيما فوكس، تشبه فوكس حركة. وفما هذي البلاتفورم في وسطها من قفزة طويلة، اي هاي كيف نقفز فوقها نمشي فوق. مكنتش نعمل بيري، واظن هذي اوكي اوتو ران، نعمل اوتو ران هنا هوني. لك ساعات تختار تعمل تران وحدك ولا تعمل تران. و ايضا هناك سبيشال موز. و يعجبني النوترال كيفاش تقفز وتضرب. بحق اللعبة تحس سريعة وشوية تشبه شوية ميلي، سماش ميلي اكثر. لكن سبيشال موز تاع سماش ممتع، كي نلعب برشا مع عبد اخر تصبح ممتع. طيرني فوق، شكل كومبوز. وني فما احتمال برشا بالكومبوز، لكن فماش جراب مثلا في سماش. الاكثر الكومبوز تعتمد على الجراب. بينما هوني اطلع فوق شوف النايت. طب ماتش بسرعة، اظن لازمتني 5 لايفز باش يكون ماتش كومبيتيتيف بلو جيد. كيف نربحو؟ ناخذو فلوس باش نكمل الفلوس، ناخذو بيهم ستيجز. دو شوك في نزع الشخصية مرة أخرى، نجم نعمل
شوف الاسف راقي نعمل التدريب بها، يعني باش تشوف الشخصيه كيفاش تلعب. نايس، ماقاش مش لازم عليا نخرج. ترى لا استنى، حط لي هذا. شو هذا؟ نعمل نسخه ولا شنو؟ في الاسفل سبيشال نتاعو الاسفل شنو؟ عرفش. المهم هكا تجم تشوف الشخصيات. ما انا تو باش نلعبو بشوفل نايت، حطو شوفل نايت. دونك شوفل نايت يجم يقفز يضرب هكا. هذي السلاش عنده منها في اللعبة بالطبيعة، هذي لازم يحطوها. خسارة مش شخصية في اللعبة. عندك هذي اوكي، يضرب بها من فوق. شفنا ايرلز نتاعو الكل. عندك هذي البير ناكل. بهذوك سبيشالز. اوكي هذي يجبد بها الكوينز. الكوينز يجم يشري بهم. اوكي استنى، هذا عدو اش قولوا له هو تونت. عنده ذي الباريو كي تجي شيلد نايت، يجم يصطاد. فمن يبقى نصطاد فيها ما نفهمش. و الاب نتاعو هو الواحد البرتقال البنفسجي اللي تعيشه في اللعبه، لكن هوني تصبح ريكوفري. لا مش باش نصطاد، لا يهزيني. لا تمشيو ريدي تو فايت. شبيه مش باش نعمل ريدي تو فايت. ايوا ونعمل ستيج بتاع شوفر نايت، لكن محبوش كيما قلت لكم نشوفو فما اسماك. و الاغنية من الحاجة باهية، الاغنية بتاعها الريميكس تاع اغاني اسمع شوفر نايت. قاعدين ناخذوا في النقود. باطون نادي السيد، نشري من عنده بعض الاشياء. لازم نصطاد. استنى بعد نصطاد، استنى نضربه بعيد. ليش هي الحركة؟ اوب اصطدنا ديك الحوتة. وعندنا برشا فلوس. شعر تحت. وات كيفاش؟ شبيه ما طلعش شوف اللايف. بعد هذا نجم نشري حاجة فلاشي. هذا انا ايتم. كيفاش نستعمله؟ نجم نشري ايتم اخر. اي بعد عليه نجم مزبدني اكثر فلوس. الستايل نتاع الاغنية حماسية اكثر من في سماش في شوفر نايت. الايتم ما نعرفش كيفاش نستعملو. قاعد نبص في القروصة كي يجي. هو الايتم باه نجم نستعمل برشا مرات. يب نجم نستعمل قد ما نحب. ممكن نختار الايتم اللي نحب. نجم نشلو ايضا مخيف الايتم بزاف. ربحنا. صف كان جا فما كان جا شوف نايت في سماش كشخصية مش اسس تروفي. بون المهم على الاقل مثلوه، المهم اعتبروه يعني في سماش. ان شاء الله يعملوا له مي كوستيوم كما عملوا شو اسمه هو سانزو الاخر كابيد. مش صدق كابيد موجود بس سانز امرك، لكن كابيد زح لعبه جديده. سو شوف شوف تو كنجرب اوري. وانا لعبت اللعبه ومش في القناه، بس ما لعبتهاش في القناه. لعبت في الماضي، جربت اللعبه الاولى الثانيه ما لعبتهاش. نمشي ستيج نتاعها سبيريت تري. نجمو نبنيا تعمل بان ستيج اوري جيتو. وفما الاورب اللي معاها المفروض الاورب. استنى سيف، شنو هذي سيف؟ هاي كيفاش تضربها؟ شي قز، ما نحبش انا يفرضني نكون في مكان. ان شاء الله ما يهبطش كي يغرفصني. ما نعرفش سبيشال اتاكس نتاعو. استنى قاعد نجرب كي يجي بلبص. اذا تفكرها من التريلر.
مان مش بطيش عليهم الاوربز. هذا من اسفل. ايوه سيضرب فيها ممنوع قمت نحن زي الاثنين. هم عاملينها كومبتيتيف علاش هالمستيجز فيهم هذا من الوحوش يعني. ايه عجبتني الحركة باه بعد عليها خفش يا ضربني. امشي امشي اعمل جراب للليج بعمل دول جامب مانيش من عمل جامب. وي موت ايه اخر روح حبينا نربح. اضرب اطلع لفوق لا مازال حي اهبط فهم بس بايك وني زعما لا ما نحبش نموت. لا خرجي من الزون خلي عملت باري بو اوري ربحت اما مش لوري انا. ليتس جو بعدنا نرجع نجربوا شخصيات اخرى. لا ما نرجع نكملوا شوفل نايت شوفل نايت راعوني. هات نجربوا شخصية هذا من الريح ولا شنو. اوري بليز هات لحظة هات نصعبوا شوي خاطر بسان خاطر من الليفل 5 الشخصيات. عملت الستيج راندوم جاني ستيج هذا هكا عجبني تحس الترفيق هاي. غتعمل حاولت نعمل جراب نسيت ما فماش جراب في هذه اللعبة. كومبو وامبو كومبو صرفقو فم عطيه كف. لا ماكش تمسلي ماكش تمسلي اوه عنده حركة متاع ميتا نايت وكذا ميتا نايت هذا تجم قوله. سايبني عاطف عصفور فما حركة حمس ايوه الحمد لله خدمت هذه الداون سبيشل للموفمنت يعني حتى السموث وكل الشخصيات عن ضربات سماح يعني ما نسحقش ندرب الشخصيات. والقفزة القفزة صغيرة مثلا في سماش القفزة كبيرة ساعات تجوش تحكم روحك في الهواء جيدا انما هذه اوب فيسا فيسا يمكن توقع كان حاجة كومبيتيتيف ستكون اصعب. والله حس روحي جيد اللعبة تحس اني يكون جيد. شنو هاك الوحش اللي جاني من الاسفل اش يقصدوا بيه. ظهلي وقت فما الضوء احمر يعني موجود هناك الوحش. امشي 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 بقاتو حب لوح شكلك لوح شكلك بليز يس. الاحمر من الجهه الاخرى به طباني من الجهه طباني يا ليش ما نعملو سماش اتاك في الهواء ولا ممكن هذا خاطر يطير يجم يعملها في الهواء ممكن هذه سبيشاليتي نتاعو صرفك راستو مينز. باه نزيدو شخصية أخرى. قلنا نكمل. باه نزيدو شخصية أخرى. إيجا نزيدو شوفر نايت. ندير شوفر نايت راني رائع. لا استنى. خرج عليها. باش نحطو ليفل 7 باش نحطو 5 لايفز. باش بالفلوس نشري أكثر أيتمز. و شوفر نايت. ما ستيج نحطو ستيج عادي فماش ستيج نعرفو عادي هذا ستيج العادي لكن مش محلول
سو تنعمل هذه فقط فيها القفزة في الوسط اللي متقلقش كثيرا. كمان أرماديلو مخصرا ماش نسمو أغنية متاع سوف نايت مرة أخرى دي. هذا ليفل 7 يا جماعة، أنا قاعد نطبخ فيه. اضرب 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 هذيك الفلوس هذيك الفلوس. هوني ما نجيبش عم سماش اتاك في الهواء، دونك كاين لاخرك العصفور اللي انه يطير، يعني سبيشال ابيليتي نتاعو كيما مثلا جوكر عنده ارسان. طير هذيك الفلوس. اسي انا عندي برشا فلوس توا، سنطيروا شويه نمشي نجبد هذايا في ساعة. اشري حاجة اسمها اوكي شين ارمر، ما عطونا نشري ايتم. نمشي نصطاد في ساعة، نمشي نصطاد هات. هات الفلوس. والله اللحظة تحس اني نلعب في شوف نايت اكثر منه. هذا هذا بعد عندي برشا فلوس تو مش نشري حاجة أخرى بعد عليا. هذا نشري هذا هذا الايتم تراه يا أخي ليش نشري أكثر ايتم زعما ضلي لا عندي حق في ايتم واحد ودي بيع واحد زمن بيع تضرب. وضعني اجمع بس فوق زعما هذا يجيب البلوكس، هذا يصنع بلوكس يفكروني البلوكس متاع اسمع متاع شوف النايت عاش كان نجيب نعمل له كسرهم هكا كان في اللعبة. لا استنى لا انطرني نطرني يا كيف الموت ما خصهاش الايتمز نتاعي. بغيت نجربوا الايتم يا اخي. ما احنا اربعة اربعة تو. لا لا كثير فهم وشعر لزلقت. لا هذا الايتم ما عجبنيش برشا. لا ماست خسرت فلوسي. يا لكن هذا الارمادينو زيد عجبتني الحركة متاعو انه يخرج ال شقولولو الصخر من الاسفل. اوب ايرز هذا متاعو قوي. شوف نايت اوب زحبيت نصطادو ترى نجم نصطادو. يب نجم نصطادو من فوق. اضرب هم اضرب نجم هذي نعملها تشارج اتاك اخويا. نشري حاجة اخرى نشري درع الذهبي باش نكون جميل جدا، يعني نفلكس الفلوس متاعي. ما نجم نضربه بالشيست كيف خرج الشيست. يا ارمر بدا يتكسر عليه. سام نجم نعمل حتى يتراه. يا بلاش نضربه بالشيست. كتير فم شو كيفاش سايب الاسفل. لا 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 عملت له كعبة سبايك. ما سبايك متاع متاع سماش خير. لا سبايك متاع سماش سكين اح كسر عليها. لو مازال وان اب واحدة ويموت. و وان تو لا لا مزال مزال مزال
شد عليها. لا 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 حبيت اعمل له سبايك يا اخي تحت مت. سايب عليها سايب عليها. طيروا فوقه. وانتين اجمع شارجك من الفيديو لايك ما سبسكرايب سبسكرايب بسم الله اليوم في بالله.